وللحديث عن فضيحة اختلاس أكثر من ملياري دولار من مصرف الرافدين والفساد الحكومي الحاصل في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير والاقتصادي الدكتور صباح علو. حياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. يعني كيف يمكن بهذه البساطة سحب أكثر من مليارين ونصف مليار دولار موضوعة كأمانات ضريبية دون أي تدقيق من المصرف أو الجهات الرقابية للبنك المركزي؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة ما يحصل بالعراق خصوصا ما بعد 10/10/2021، أي بعد الانتخابات وحالة الفوضى التي عمت في حالة الصراع المستمر وما زال ولغاية الآن ما بين القوى السياسية في الهيمنة على إدارة العراق وتشكيل حكومات هزيلة هشة تساعد بشكل أو بآخر إلى تعميق الفساد. والذي حصل أثناء وجود حكومة الكاظمي الذي تنصل حتى عن الورقة البيضاء التي هو بيده كتبها وأعلن عنها ووعد الشعب العراقي بالعمل على تنفيذها، والتي أخذت اتجاهات مختلفة، ولكن لم يتمكن حتى من محاسبة أبسط الذين قاموا بعمليات سرقة واضحة وأثناء النهار من مؤسسات الدولة، من ضمنها التأمينات الضريبية التي فضحت من قبل وزير المالية المكلف السيد إحسان عبد الجبار. لاحظ أن رئيس الوزراء مساهم بشكل أو بآخر في عدم فتح ملفات واضحة المعالم أمام الشعب العراقي لمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام. ولكن هذا الجانب يعمل على تغطية العناصر القوية في العملية السياسية والتي تمتلك أجندات وأذرع مسلحة استهدفت بيته واستهدفته شخصيا، ولم يعمل شيئا دليل على أنه مساهم بشكل أو بآخر في عملية الفساد واستمراره. نعم دكتور صباح، ولكن يعني وفي هذا الإطار الكاظمي قال إن فضيحة سرقة هذه الأموال هي دليل على استشراء الفساد في هيئة الضرائب، ودليل أيضا على وجود بيئة ساعدت على هذا الفساد. يعني يتحدث الكاظمي وكأنه ناشط حقوقي ليس كأنه رئيس للوزراء. ما هو الشيء الذي يحاول فعله الكاظمي؟ هل هو فعلا التنصل من المسؤولية، خاصة كما ذكرت أنه تأخر لربما بفتح تحقيق يعني في هذا الاختلاس؟ حقيقة تراكم السرقات الكبيرة من 2003 ولغاية اليوم أعطت الإمكانية للفساد أن يتحدثون جهارا أمام الشارع العراقي المنتفض في 2019، ونحن قادمون على الذكرى الثالثة يوم 25/10/2019، ذكرى استشهاد أعداد كبيرة جدا من المعارضين للنظام المحاصصي ونظام الفساد الذي تقوده أحزاب السلطة من 2003 ولغاية الآن، والمرتبط بأجندات وقوى مسلحة. لاحظ أن الكاظمي حقيقة يحاول استغفال الشارع من خلال كلامه المعسول دون وجود أي شكل من أشكال الإرادة والسلطة وتحريك الملفات الحقيقية في محاسبة القائمين بعمليات السرقة، وهو يدرك أن مافيات الفساد المعشعشة في مفاصل الوزارات ومنها المصارف ووزارة المالية وحتى وزير النفط عليه مآخذ كبيرة جدا من إدارته الغير واضحة
في وزارة النفط أيضا، وتم تكليفه، أي أن رئيس الوزراء كلفه بالوكالة لوزارة المالية لتسهيل عمليات كثيرة أو التغطية على سرقات مختلفة، ومنها حتى رئاسة مجلس الوزراء ممكن أن تكون متهمة بهذا الجانب. نعم، يعني في هذا السياق وبالمقابل عفوا نلاحظ تركيز الإطار التنسيقي أكثر على هذه الفضيحة، حيث انبرى أكثر من غيره على الترويج عنها والدعوة للتحقيق فيها. السؤال هنا، هل هذا الانتقاد من الإطار التنسيقي لهذه الفضيحة وهذا الفساد يأتي من دافع وطني وحرص على المال العام برأيك؟ حقيقة الإطار يعمق في هذا الاتجاه في استبعاد الكاظمي أثناء عمليات الصراع القائمة وما زالت مع التيار الصدري الذي حاول أن يلتزم الكاظمي وبقائه في الحكومة الجديدة القادمة، ولكن نلاحظ أن الإطار حاول استثمار هذه الفضيحة باستبعاد الكاظمي ووزرائه الموجودين حاليا ومنهم إحسان عبد الجبار أو غيره. ولذلك نلاحظ أن الإطار يحاول حاليا أن يعطي صفة الديمقراطية لتشكيل الحكومة أو استبعاد ومحاولة إخفاء ما يحصل في الكواليس من عمليات توزيع لتقاسم ومحاصصة الوزارات الموجودة. شكراً. وإنما يتكلم عن الاستحقاقات الدستورية وغيرها، ولكن في اعتقادي هذا لا يخفي أمام الشارع الذي أصبح في حالة وعي عالي جدا أن حكومة الفساد مستمرة منذ 2003 ولغاية اليوم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علاوة.